ايه يا بنتي، عندي ليكي مفاجأة حلوة قوي. فاكرة الاربع بيبان اللي احنا لقينا الواحد فيهم ب3000 جنيه؟ انا جبت الاربعة كلهم النهاردة. لا وكمان ايه، فصلت فيهم لحد ما نزلت سعرهم 2000 جنيه. لا بس عشان تعرفي ان انا شاطرة. بس ايوه استني، ليه انت كتبني هنا؟ ماما بسم الله الرحمن الرحيم. كده برضو ينفع يا امنيتي وغزل؟ احنا بنحصل معاك يا ماما. صباح الخير يا حبايب قلب ماما. نعم، عايزين ايه؟ ها بصراحة يا ماما احنا عايزين ننزل نلعب في الجنينة. اه طبعا، وانا طبعا مطلوب مني ان انا اقول لكم حاضر، اتفضلوا روح العبوا في الجنينة. شكرا يا ماما. عفوا يا روح ماما. ده انت يا عم احمد الهاب ده اللي انت عبتها للباب ده. ست هانم الباب تجيله ومش عارفه املكه ليه. ينفع يعني انت عارف ان دافع فيهم كام دول؟ مش عايز اعرف يا ست هانم. لا هتعرف، الواحد ب 2000 جنيه يعني تخلي بالك كويس. ده ب 2000 جنيه؟ ايوه ب 2000 جنيه. والله ضحك عليك. ايه؟ بص بقى يا عم احمد. اتفضلي. الاربع بيبان دول تطلعهم لي فوق في التسعة يلا بسرعه. مين ده يا ست هانم اللي طلعهم في التاسع دول؟ انت يا ست هانم، ده مش هيدخلوا في الاسانسير دول. انا مش عايزاهم يدخلوا في الاسانسير. انت هتشيل باب باب كده على ايدك وتعامله براحه خالص وتطلعه لي لحد التاسع. بقول لك يا ست هانم، البيبان دي عايزه ونش بيسحب كده يطلع الباب في الشقه. ونش ايه يا عم احمد، وانت رحت فين؟ لا ماليش دعوه بالكلام ده، انا عندي العصعوصه بتاعت الضهر بتطلع على دماغي. عصعوصه؟ ايوه. يعني انت مش هتطلع لي البيبان دي؟ لا مش هينفع. الله. طب خلاص ماشي، سيبهم مكانهم هنا وخلي بالك عليهم لحد ما اكلم جوزي يبعت لي حد يطلعهم لي. طيب يبقى اقوى منك يا عم احمد. اخلي بالك عليهم انا، وانا مال انا ادخل الاوضه بتاعتي انام؟ ده ايه الغلب ده؟ ايه ده؟ ايه البيبان القديمه دي؟ غزل. ايه يا امنيه؟ انا جات لي فكره حلوه قوي. ايه هادية؟ مش احنا كنا قاعدين زهقانين ومش عارفين نلعبوا ايه؟ ايوه. وزهقنا في الملاهي؟ ايوه. تعالي بقى، انا جات لي فكره حلوه قوي. طب ايه هادية؟ تعالي معايا. ايه يا محمود؟ ايه يا حبيبتي؟ انا لسه واصله الشقه بتاعتنا دلوقتي وجبت. ما انا هقول لك، لقيت اربع بيبان لقطه، كان الواحد ب3، فصلت فيهم لحد ما نزلتهم ب2 بس. طب كويس جدا. بصي بقى يا غزل. نعم يا امنية. كل واحد هيرسم لوحه على بابه، تمام؟ تمام. ونشوفوا مين لوحته احسن. ماشي، بس هنكتب اسمها عشان محدش يتلخبط معاك. ايوه طبعا، كل واحد يكتب اسمه على اللوحه الاول. ماشي يلا بينا. يلا. انا هاخد اللون الاحمر. وانا هاخد اللون الاحمر. بصي بقى، انا لوحتي طبعا هتبقى احسن منك. لا انا هكتب اسمي الاول. استني كده. وانا اكتب اسمي فين؟ اكتبه هنا. اكتبه هنا. بس دلوقتي في مشكلة. مشكلة ايه بس؟ عم احمد مش راضي يطلع لي البيبان يا محمود. طب هيطلعهم لك ازاي يعني لوحده يعني؟ قلت له 9 ادوار، شيل باب باب وطلعه واحدة واحدة على مهلك. كتير قوي عليك، كتير قوي عليك، اسمعي كلامي. لا والله كتير. خليه يحطهم تحت في المخزن ولما يجي الونش هخليه يطلعهم قبل مرة. خلاص، على فكرة أنا زعقت له وهزقته جامد أوي، صعب عليا على فكرة. يا ستي ده غلبان، بس عاوز أقول لك على حاجة، أمانة عليكي. أه. تنزلي تقعدي. ماشي خلاص. أمنية يا غزل، بتعملوا إيه؟ إحنا بنرسموا لوحة. بجد والله؟ بجد. احنا لسه بنرسموها، لسه ما خلصناش. بس انت قول مين لوحته احسن، انا ولا غزل؟ لسه ما خلصناش. انت عارفه انا بحب الرسم جدا، ممكن ارسم معاكم؟ ايوه طبعا. انت عارفه يا امنيه،
والله وانا في ثالثه اعدادي في الامتحان ما كنتش عارف ارسم ايه، لقيت صاحبي بيرسم قلدته بالظبط في كل حاجه بيعملها. بعد ما خلصت الامتحان خالص والثلاث ساعات عدوا، قلت له انت بترسم ايه؟ قال لي برسم شجره. قلت له كل ده وبنرسمه شجره؟ قسما بالله حصل. يلا معايا وبنرسم مصر دي كسر كسر كسر، وبنرسم مصر موجود، وبنرسم مصر ملوش حدود حدود حدود، مصر مش عارفكم عارفكم، وبنرسم مصر مش عارفكم برنس مصر، ضحكته جنان جنان جنان، بوظتلي شكت يا امنيه. برنس مصر عامل قلبان قلبان قلبان، برنس مصر بيطير في الجو جو جو، برنس مصر هو العام. بقول لك بقى اللون الاخضر حلو. الله بص يا امنيه، الله رسمك جميل قوي. انا بعشق الرسم يا امنيه بجد بجد يا امنيه. طبعا انت حالك بس كده يا غزل اللي انت عايزاه يا حبيبه قلبي. شكرا. انا بقى هرسم كوب كذا. ماشي يا غزل. الله يا أمنية بصي حلو قوي يا غزل، كملي برنس. بس انا اللون الاصفر مع الاحمر حلو قوي. بس هي كتبت اسمي يا أمنية. برنس بصي اللي دي كاسي كاسي حلو قوي. فن ايه رايك؟ حلو مش عايزين اي حاجه مني؟ لا عشان يا برنس مصر. وبرنس مصر ضحكته جنان جنان جنان. برنس مصر عامل قلبان قلبان قلبان. بصي انا الرسمه بتاعتي الله حلوه قوي، عملتها بكل الالوان. طب بصي انا رسمتي حلوه الله حلوه قوي يا امي. بجد؟ بجد. محمود انا عايزاك تكبر لي شباك اوضه النوم ده، عايزاه كبير قوي من اول الحيطه لحد اخرها. المهندس اللي عاملها كده طبعا اعمل ايه؟ ماليش دعوه. قول له قول له قول له قول له وصله لحد الارض عشان يبقى كبير كده وحلو يدخل نور كتير. قلت لي اقفلوه وتحت قلت لي افتحوه، انا مش عارف حاجه بصراحه. بس اقول لك حاجه، الشقه هتبقى جميله قوي يا محمود. ان شاء الله تبقى جميله يا حبيبي ان شاء الله. ماشي يا محمود. انا بس ما تنسيش خلاص يا عم احمد اهم حاجه وصالحيه. ماشي حاضر والله، هنزل اراضيه دلوقتي حالا. خلاص اقفلي عشان عندي شغل واكلمك تاني. ماشي متفقين. يلا باي باي، مع السلامة. شقتي هتبقى أحلى شقة في الدنيا دي كلها لما انزل أصالحه بقى حرام. الله يا غزل حلوة أوي. لا بتاعتي أحلى. لا بتاعتي أحلى. لا بتاعتي أحلى. هو أنا اللي شايفاه ده بجد ولا مش؟ طب بصي أنا عايز أسألك سؤال، هو لوحتي أنا أحسن ولا لوحة غزل؟ أيوة بتاعتي أحلى. غزل وأمنية متذنبين تحت في دخلة العمارة وعاملين مشكلة كبيرة. تعالي يا ست هانم. ولادي أنا متذنبين؟ أيوه. مين اللي مذنبهم يا عم؟ تعالي يا ست هانم الحقيقة. طب عملوا إيه طيب؟ تعالي يا ست هانم أنت تعرف كل حاجة. طيب تعالي تعالي. والله ما أنا سايباك، والله ما أنا سايباك. السلام عليكم. خير بس يا أستاذة نادر، أنت حضرتك مذنبة ولادي كده ليه؟ ينفع كده برضو؟ بس يا عيالك عملوا إيه على البيبان اللي أنا شاريها جديدة؟ يا ماما ايه اللي انت عملتوه ده؟ انا لوحه فنخخ حقيقي. لوحه ايه اللي انت عملتوه على البيبان ده؟ ينفع كده؟ انا كنت الهوبه قديم بس.
طيب بام انا افتكرته بام قديم قال اعمل ايه انا دلوقتي؟ طب معلش معلش حقك عليا يا استاذه ندى، والله انا ربهم لك وعلمهم لك الادب. واخر مره انت وهي تنزل تلعبي في الجنينه هنا، فاهمه ولا مش فاهمه؟ فاهمه يا ماما حبيبي. يا بابا في بيتك انا عايزه ثمن البيبان دي الواحد ب 2000 جنيه 2000 جنيه؟ ايوه. هو انا والله بصي يا استاذه ندى انا كل اللي عليا ان انا اعمله لك ان انا اربي عيالي، لكن ثمن البيبان دي معلش انا اسفه اللي خايف على حاجه يعني يقف جنبها معلش. انا سايباها عقبال ما عم احمد يطلع عمي، ما رضاش خليت جوزي يجيب حد يطلع. انا اسفه. طيب معلش يا استاذه ندى حقك عليا، انا والله والله ما هسيبكم، والله لا ربيكم ما هسيبكم انتوا الاثنين. يا بابا احنا اسفين خلاص. اسفين على ايه ولا على ايه بس؟ على فكره كمان بريس مصر عادي يلعب معانا. شايف الطالب باص خلي بالك. هو انت كمان انا عندي شغل مش تعالى هنا يا عم انت. ما استاذه ندى حقك عليا والله، معلش حقك عليا والله لا ربيهم. يلا على قدامي على فوق قدامي على فوق، انت واقع اخر ما تنزلوا الجنينه. معلش يا استاذه ندى حقك عليا قدامي على فوق، ده انا لسه لما ابوك هيجي تاخد عليا فيه. ازاي انا دلوقتي يا ست هانم؟ ساكت بقى. فاتك اي حاجه يا محمود؟ تعالى لحقني يا محمود، البيبان بتاعتي بقى.